نقول لهم ان شاء الله هنحاول نساعدهم على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام قال لكم ايه قبل السفر؟ ما فيش، قال لنا نلعب كورتنا العاديه ونعمل مباراه كويسه ان شاء الله. قادرين على اسعاد الجمهور ان شاء الله؟ ان شاء الله نكسب، واحنا قادرين ان شاء الله. انت حاطط عليك وانت عارف ان في شد في السمانه. لا لا ان شاء الله خير. فرانسيس وطلعت هجوم الاهلي. لا لا اي حد يلعب يبقى كويس ان شاء الله، وان شاء الله خير. فضل موجود كابتن فضل في مباراه ان شاء الله باذن الله. اخبار اصابتك ايه؟ طمن الجمهور. لا لا الحمد لله كله تمام الحمد لله. شوقي يا كابتن شوقي تقول ايه للجمهور الاهلي؟ معلش مش عايش يا جماعه. تعالى يا حسين. الوضع مطمئن بالنسبه لمحمد. طب بالنسبه لسيد معوض ايه القصه؟ السيد معوض الوضع مطمئن تمام. يعني لضيق الوقت الحقيقه ما نقدرش نسيطر على الاصابه مهما كانت. اصابه فرانسيس قد ايه؟ الزمنيه ما تكفيش يعني. بالنسبه لابعاد فرانسيس وطلعت عن رحله السفر. والله احنا اصطحبناهم للتمرين الاخير فكان في عدم قدره وكان في قصور في الوقت ما نقدرش الحقيقه نتحكم في الموضوع ومش هيلحقوا يشاركوا مع الفريق قبل المباريات الرسميه. سيد معوض سيد معوض وفضل ممكن يبداوا اللقاء من اول ان شاء الله. ما عندناش مشكله طبيه بالنسبه لهم. لا موقف جد وكويس جدا 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 واستطيع المشاركه ان شاء الله.